شو عم بيقول له الرئيس مقاتل الرئيس جميل؟ عم بحطكم بالاجواء كيف عم بتصير؟ يعني ما عقد اجتماع واثنين، صار في سلسله اجتماعات، صار في سلسله اجتماعات، لانه صار في لانه بدنا نعطي الظرف، بدنا نعطي الحق، يعني نعطي الشانس الاكبر للرئيس ميقاتي يقدر يجاوب معنا ويقلنا شو رايه. بعد لليوم بفتكر وضعه رايه ما كان واضح، بعد هو كان عم بيقول انه بعد ما حسمت الموضوع بده شويه تفكير. انا بفتكر انه كان حان الوقت من بعد 5 سنين على تاسيس المحكمه، ومن بعد 2 سنين للرئيس ميقاتي كرئيس حكومه كنايب، ومن بعد 2 جمعة يمكن لتعيينه لمنصب رئيس حكومه، يكون عنده راي واضح وصريح بهذا الموضوع. بعد لليوم ما عنده راي، عم بحطها بخانه اخرى يلي هي مجلس الوزراء او طاوله الحوار او الاجماع الوطني، ما بعرف، ولكن هو نحن بدنا رايه لإله، وانا بفتكر انه رايه بالنسبه لنا كثير مهم، وبالنسبه للرئيس جميل كثير مهم، وبعد لهلا ما اعطي ولا حضرتك ذكرت انه على المحكمه الدوليه مثل ما قال الرئيس ميقاتي تتطلب اجماعا وطنيا، وقضيه السلاح، سلاح المقاومه او سلاح حزب الله موجوده بالبيان الوزاري السابق، وانتم ممكن تفوتوا على خلفية البيان الوزاري السابق، وين المشكلة لكان؟ نحن أول شيء كنا معترضين على البند السادس تبع المتحفظين على البند السادس تبع البيان الوزاري الماضي. نعم. لكن كنتم مشاركين بالحكم وكنتم فاعلين من خلال كنا مشاركين الصحيح. لأنه اعتبرنا بمحل معين انه نحن بدنا اول شيء كان صار للحكومه 6 شهور، ما كان قدر الرئيس حريري يالف حكومه على مدى 6 شهور، كنا معتبرين انه في امور اساسيه كان مفروض المواطن او حياتيه المواطن تتوجب علينا نعطيها للمواطن، فقبلنا اذا بدك بهيدا الظرف، وخاصه انه كنا الاكثريه وكنا فايتين بجو انه خلينا نتحفظ على هذا الموضوع، ولكن نستمر الأمور الحياتية والسياسية الكبرى. وهذا خطأ تكتيكي بتعتبره كمان؟ أنا بفتكر أو استراتيجي هاي. ليك أنا إذا بدنا نعمل رح روح على الأخطاء، بس خليني إذا بدنا نعمل إعادة نظر شاملة عن كل الأخطاء اللي ارتكبناها من 2009 من نهار الانتخاب، ما بنخلص، يعني فعلا للأسف رح نتوقف عنا شوي، بس إنه ضمن يعني ضمن الوقت المسموح هلا بنرجع له، ولكن يعني أنا اللي شايفه اليوم بموضوع الحكومة انه رح تكون كثير صعبه مهمه الرئيس ميقاتي لتشكيل حكومه، ان كان بدخول 14 اذار او ان كان حتى بتشكيل حكومه لون واحد مع فريق 8 اذار، لانه فريق 8 اذار رح يحط له عصب الدوليب لما يخلص. يعني سعد الحريري قدر صمد محل معين لانه يمكن كان ساند ظهره بالاكثريه وكان ساند ظهره بكثير فرقاء، اليوم الرئيس ميقاتي بفتكر فايت وحامل بين ايديه كره نار سوبر كبيره. لكن المعارضه عم تقول انها تريد ان تسهل مهمه الرئيس ميقاتي، يعني رح تسهل مهمه الرئيس، بدها تقويه، رح اقول لك رح تسهل، يمكن رح تسهل له امره بتشكيل الحكومه، بس وقت رح يصير جوا بقدر اكد لك انه ما رح تكون هينه ابدا مهمته، لانه اليوم اللي قدروا عملوه مع الرئيس حريري واللي قدروا عملوه مع 14 اذار اللي كان وقتها عندها الاكثريه، اليوم وقت هن رح يصيروا جوا بقدر اكد لك انه ما رح يرحموا حدا. الرئيس أميل جميل رينيلو اليوم أنه قال أنه سيلتقي الرئيس المكلف في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن التواصل مستمر بين قوى 14 أدار وميقاتي للوصول إلى تصور مشترك، لكن الأمور غير مشجعة حتى الآن بعد سماع تصريحات بعض قادة 8 أدار التي تنصح بالتصلب. يعني الكلمة اليوم برأيك لدى 8 أدار أو لدى الرئيس ميقاتي؟ يعني اليوم من وقت ما تعين رئيس ميقاتي لليوم عم نشوف انه وكانه عم بيتصرف الجنرال عون وكانه هو رئيس حكومه، وكانه هو اللي بيقرر مين بيحط مين بيشيل مين بفوت مين بياخذ ثلث معطل مين ما بياخذ اي وزير بده والى ما هنالك. واكثر من هيك سمعنا له بتصريحه من يومين انه وكانه يلي بده يفوت معنا من فريق الاخر خليه يشلح تيابه ويفوت معنا، بس نحن هو ولابس تيابه ما بدنا اياه، بينما نحن وقتها كنا بالحكومه كانوا يفيتين هن بكل عتيدهم وبكل العتاد تبعهم بكل سلاحاتهم وموجهين البويريد تبعهم على اصدار كل النواب وكل الوزراء بمجلس الوزراء. هيدا الفرق، انه اليوم نحن وقت عم نقول انه السلاح خطير، طيب السلاح خطير كلمه شو؟ انه لانه عم بيهدد حياه المواطن بالمباشر كل يوم؟ لا، عم بيهدد الحريه في لبنان، حريه الراي. وليد جملات كان عنده حريه راي بهيدا الخيار؟ انا بنظري لا.
وليد جملاط كان جاي كان باول جمعه من التشكيلات كان ماشي مع سعد الحريري، وقتها صار الثلاثه الاسود ونزلوا المتظاهرين لابسين قمصان سود وحاطين بسيارات ونحضن الرشاشات، لانه ما ننسى كمان انه صحيح نازلين بقمصان سود واقفين يمكن عم بيصلوا على الطريق بس بسيارات ونعرف شو كان فيه. هيدا التهديد كان تهديد مباشر للنواب ولا رأي العام ككل انه يا جماعة او بتمشوا مثل ما نحن بدنا او بصير الخراب بالبلد. سبعة ايار ادت لكل هالتفاصيل نحن عم نحكي فيها. كان فيكم ك14 اذار ان تتحملوا مسؤولية اي خراب بالبلد. ليه بدنا دائما نحكي بالخراب؟ ليه انتوا عم بتقول حتى النائب وليد جملاط استاذ فادي نحن عم نحافظ على الاستقرار وبدنا نبعد الفتنه. نحن عم نحكي اليوم بعداله، عم نحكي اليوم ببلد طبيعي بده يعيش بعداله. انا اليوم بدي اقول للعالم اللي معتبره اليوم انه خلصنا بقى من المحكمه ونسولنا اياها وبدنا نعيش، بس تعرف انه اليوم ضرب المحكمه الدوليه ستؤدي الى يعني اول شيء هي المحكمة الدولية اليوم هي آخر فرصة عنا إياها لبناء دولة. إذا ضربنا المحكمة الدولية شو بيصير؟ أول شيء الدولة اللبنانية بتفقد كل وهرتها. بمعنى آخر إذا أنت اليوم ابنك ضربته سيارة، رح نروح على أبسط أمور، إذا ضربته سيارة ما فيك أنت تجي وتتبكبك بعدين عند النائب أو الوزير أنه القضاء ما عم بيعمل شيء، لأنه القضاء فقد مصداقيته والقضاء فقد وهرته، ما بقى عنده شيء. اذا انت بكره رحت قتلت واحد على الطريق او اذا واحد ماشي على الطريق واجا واحد قوصه وهرب ما حدا يجي يطالب، ما حدا يجي يطالب، عفوا ماشي ما حدا يجي ما حدا يجي يطالب الدوله اللبنانيه انه يا جماعه ما عم تعملوا شيء ومات ابني وصار لي 5 سنين عم بركض وما حدا الملف موقف وما حدا عم بيطلع فينا. هيدا هو وضع البلد اليوم. ما بقى عنده وهره البوليس السير، بطل عنده وهره القضاء، بطل عنده وهره المدعي العام، بطل عنده وهره. فقدت الدوله اللبنانيه فقدت كل وهرتها. طيب يعني اليوم اي جريمه بتصير مش بس سياسيه، اي جريمه بتصير سرقه كسر ضرب قتل الى ما هنالك، اي جريمه بتصير اليوم بلبنان بتصير محللة، بتصير الدولة اللبنانية لم تكن بقى قادرة على ضبط الأمور. طيب طيب هيدي الوهرة اللي نحن عم نحكي فيها. عم تقلي عن المحكمة الدولية هي محكمة يعني ماشي بدون معنى أو بدوننا، بس اليوم موقف الدولة اللبنانية مهم جدا. الموقف مهم، مش بس أنه تمشي أو ما تمشي أو تحكم أو ما تحكم، ولكن الموقف الدولة اللبنانية. نحن اللي عم نقوله أنه يا أخي في شيء طبيعي بكل بلد بالعالم، في امور طبيعيه، في سياده، واحد بده يحافظ على بلده، بده يحافظ على سيادته، واحد بده يحافظ على قضائه وعلى العداله. طيب اذا ما في عداله ما في حكم، اذا ما في عداله واحد ما بيقدر، يعني حتى بالاقتصاد اذا شركتين عندهم 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 صراع بين بعضهم واذا ما بقى عندهم ثقه بهذا القضاء شو بيعملوا؟ طيب مين بيحل لهم؟ طيب شيخ نديم قبل ما نروح نرجع على وضع المافيات ونرجع طيب على وضع الفلتين الامني، هيدا هو اللي بدهم يرجعون عليه. طيب مثل ما ذكرت حضرتك العماد عون قال كل يلي بده يفوت على هذه الحكومه يجب ان يكون من خطنا السياسي. هل هذا اربككم ككتائب لبنانيه؟ انتم كنتوا يعني عم تفتحوا خطوط تواصل مع الرئيس نقاطي؟ ابدا، انا هيدا الكلام بفهمه طبيعي عند الجنرال عون، يعني جنرال عون بده دائما لالي لالي واللي لالكم لالي ولالكم، يعني هذا شيء طبيعي. ولكن نحن اساسا اذا بدنا نفوت على الحكومه رح نفوت بمهمه اساسيه هي الحفاظ على المحكمه الدوليه وبس اذا فتنا. ولكن انا بنظري كيف بدكم تحموا المحكمة الدولية وانتم بدكم تكونوا أقلية ضمن الحكومة؟ بتفوتوا بتلت هلا على التفاوض يمكن هلا الشيخ نديم التفاوض عم يحكي على خطين، من الأساس خط السياسي أنا عم وخط الحصص. انا عم اقول لك على الاساس انا ضد الدخول على الحكومة، يعني الامور اللي عم تحكيهم انت انا من الاساس يعني عم ماني مقتنع فيها. لا انا اليوم شايف انه هيدي الحكومه نحن لان كنا جوا ما رح نقدر نعمل شيء، ولا بالتعيينات رح نقدر نعمل شيء، ولا بالخدمات رح نقدر نعمل شيء. واذا بدنا نجي نعطل الحكومه او اذا كان عندنا ثلث المعطل، اعتبر عندنا ثلث المعطل، وجينا استقلنا من الحكومه وعطلناها، شو بنكون عملنا؟ اذا عطلناها كرمال
امور بسيطه مثل التعيينات او ما بعرف شو بنكون نحن شغلتنا تعرقل، نحن هيدي مش شغلتنا. اذا جينا عطلناها كرمال موقف مبدئي اللي هو المحكمه الدوليه او شهود الزور او الى ما هنالك، طيب رح نظهر من الحكومه، رح تتشكل حكومه ثانيه، ورح نرجع على نفس البازار. نحن هيدا من هون من هيدا المبدا نحن رافضين، انا بما يتعلق فيي انا رافض كليا اي دخول الى الحكومه، لان انا شايفها اليوم اي دخول الى الحكومه رح يكون مساومه معينه او محاوله تضيع وقت او ربح وقت الى محل عارفين كلنا رح نحن نوصل له، يلي هو قرار او باخذ البلاد الى المجهول مع ضرب المحكمه الدوليه وفرطه، او بدنا ناخذ البلد الى بناء دوله حقيقيه بدعم المحكمه وبدعم القرارات الدوليه كله من 1550 ل 1901 لل 1757 كل هول القرارات بدنا ندعمهم. هيك بتكون عم تبدا يعني بناء الدوله اللبنانيه. في حال وافقت 14 اذار انه اخذت 10 وزراء او 11 وزير او وزير وديعة، هل برأيك إذا فاتت 14 أذار على الحكومة تسقط؟ مين 14 أذار؟ نعم. أنا بنظري يسقط مشروع السياسي، يسقط تفقد مصداقيتها المصداقية تبعها بتفقدها كليا. أنا بالنسبة لي، لأنه اليوم نحن واضح أنه ما سقطوا سعد الحريري وما سقطوا حكومة الحريري، خلينا نقول مش سعد الحريري، حكومة الحريري كرمال لأنه الحكومة فاسدة أو الحكومة منا قادرة تطلع موازنة، مش كرمال هيك فرطوها للحكومة، فرطوها لأنه حكومة سعد الحريري ما كانت مستعدة تعمل مساومة على موضوع المحكمة. ما ننسى هيدي النقطة، يعني اليوم وقت عم بيجوا يشكلوا حكومة، وقت سيد حسن نصر الله بيطلع على التلفزيون بيقول نحن رح نعتذر من عمر كرامه ونعين رئيس وزاره ثانيه، وهيدا رئيس الوزاره بده يجي ويحقق مشروع المعارضه اللي هي 8 اذار، هلا اليوم صارت اكثريه، بده يجي يحقق مشروع المعارضه اللي هو مشروع المعارضه ضرب وافشال المحكمه الدوليه واخذ موقف واضح لبناني رسمي من المحكمه الدوليه اللي نحن ضد. فانا برايي ان فتنا بالاكثريه او بالاقليه وفتنا ب11 او ب10 هيدا شيء ما راح يغير اي شيء، بنكون بلشنا مساومه وبلشنا نرجع نفاوض على امور نحن ما قلنا فيها، الا برجع بقول لك الا اذا كان في موقف واضح من هلا من رئيس الحكومه وضمانات واضحه انه المحكمه ما راح تنطال.